لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث الماضي رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي، حديث حسن. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا يوضح لنا معنى أثر علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة. يعني من هذا الذي آمن بالله؟ هذا الذي أصابته مصيبة فعلم أنها بإذن الله، وعلم أن الله الذي قدر ذلك، فرضي بالله ربا مدبرا. لا يلزم أنه رضي بالمصيبة ولكن يصبر على المصيبة. وأما الرضا فبالله عز وجل ربا مدبرا، يقدر ما شاء، يسلم لأمر الله ويستسلم لما أصابه، لأن هذا الأمر الذي أصاب الإنسان مصيبة أصابته، إما أن تكون مصيبة بلا سبب يمكن أن يؤخذ في دفعها، ويمكن أن يكون هناك مصائب يؤخذ بالأسباب في دفعها. فمثلا النوع الأول وهو ما كان من موت حبيب أو إصابة مرض لا علاج له، أو نكبة حصلت لا سبيل للإنسان إلى إزالة ما حدث. يعني رجل كان ماشي بص لقى حاجة وقعت فوق دماغه وهو بعيد عن أماكن مثلا البناء أو نحو ذلك، يعني خد بالأسباب، سايق العربية بالسرعة القانونية وأمن المسار الطريق، وبص لقى حد راح جاي كسر عليه من الناحية التانية وخبط فيه فأصيب بإيه؟ بإصابات. ده هنقول هذا الذي حدث يقدر ياخد بأسباب إيه؟ هو بقى في أسباب، اللي مات خلاص لابد أن يرضى ويسلم، واللي عاش وعنده مرض وإصابة يمكن أن يدفعها بأسباب، ياخد علاج، يعمل عملية جراحية ونحو ذلك. وهذا الأمر لا ينافي أن يعلم
أن المصيبة بقدر من الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله. فسمى الله الصبر والتسليم إيمانا، فالصبر من الإيمان، والتسليم لقضاء الله. التسليم الواجب هو التسليم لله سبحانه وتعالى فيما قدر، لا قدرة على المنازعة. ما بتقول بناخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب ده لاحق مشروع مع رضا القلب بالله مدبرا، وعدم التسخط على قدر الله. المعارضة المذمومة أو عدم التسليم المذموم أنه يقعد يقول هو ليه حصل كده، هو ليه ربنا ابتلاني بالطريقة دي، وأنا كنت عملت إيه علشان يحصل، سواء قالها بلسانه أو وقعت في إيه في قلبه، إنه يقول في نفسه أنا اتظلمت. هذا الكلام هو الكلام المنكر الخبيث. الذي يرضى ويسلم ليس عنده ذلك، في درجة أعلى، الرضا بالمصيبة ذاتها، وذلك لكمال شهود القدر والحكمة، وأنه يشهد أن هذه الأمور وإن كانت مؤلمة إلا أن الحكمة من ورائها عظيمة، والثواب الذي يحصل للعبد وتكفير السيئات ورفع الدرجات وحصول أرزاق إيمانية أفضل مما فات الإنسان من الأرزاق الدنيوية. فهنا لا يود أن لم يكن قد حدث ما حدث، لأنه حدث له من كمال التسليم والرضا وشهود الحكم البالغة فيما يؤلم، جعل هذا الألم يضمحل جدا، يصغر جدا، حتى ربما لم يشعر به. كما أن الإنسان إذا انشغل بالذكر ربما لم يشعر بالألم أصلا، ولو شعر بالألم فإن هذا لا يمكن أن يستمر، يعني ما يشعرش بألم على الإطلاق ده يضره، لأن الله قد فطر الإنسان على الابتعاد عن مصدر الأذى حتى تستمر حياته، ولكن تأتي عليه لحظات قد لا يشعر بالألم. وعموما حتى وهو متألم فإنه يجد في قلبه من الحمى من المصالح والأحوال الإيمانية من الصبر والرضا بالله وشهود تدبيره والإيمان بحكمته ما يجعله لا يتمنى أن لم تكن قد وقعت، ولو مجرد حديث نفس، ولو مجرد خواطر. هي الخواطر دي هي لما توجد بيترتب عليها إن تستمر، يعني يستمر ألمها وتمني زوال المصيبة، فيحصل بسبب هذا درجة من درجات النقص في الإنسان. لكنه لو شهد الحكم البالغة من أن الله عز وجل حين أصابه بالمرض مثلا، حين أصابه بالمرض فإنه يستخرج تضرعه، كما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وهذا التضرع أنفع له مما لو سلم بدنه ومع ذلك لم يستيقظ قلبه. لأن العافية المستمرة أحيانا في الدنيا تجعل الإنسان مطمئنا لها، وربما بعد الطمأنينة أن يكون مغرورا بها، وربما بعد ذلك أن يكون متكبرا بها، وذلك لأنه لم يتعود أن يحرم منها ولو مدة. رحمك الله. فالإنسان إذا أنزل الله عليه الصبر عند المرض أو عند فقد حبيب، رأى من حلاوة الصبر ما يغطي على مرارته، وبعد حين، هذا يتفاوت الناس فيه، يبتلى الإنسان مثلا بحبس أو فقد مال
وبعد حين يرى أن هذه الفترة كان فيها من التضرع لله وكثرة الدعاء والافتقار إلى الله ما لا يتمنى معه أن لم يكن قد حدث. إحنا لغاية النهاردة نلاقي موقف سيدنا موسى عليه السلام وهو يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، من أعظم المواقف الملهمة. وهذا الحال العظيم الافتقار إلى الله، عبودية لله عز وجل. وكذا موقف يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. مع اجتماع المصائب، فقد يوسف ثم فقد بنيامين وغياب الثالث كبيرهم وفقد البصر، مصائب متتابعة، ومع ذلك فهو يشكو إلى الله بثه وحزنه ويعلم من الله ما لا يعلمون. حضور معاني الأسماء والصفات في هذا المقام أعظم نفعا للإنسان من فوات شيء من الدنيا كموت حبيب أو قريب أو فوات مال أو شيء من الصحة، فالاحتساب كذلك يفعل بالإنسان. كما جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص وقد عمي، فقال له يا عم إنك تدعو الله للناس فيستجاب لك. سيدنا سعد مستجاب الدعوة، دعا على الراجل اللي قال إن سعدا لا يحكم فينا بالسوية ولا يعدل في القضية، والتالتة لا يغزو بالسرية ولا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية. فقال اللهم إن كان هذا العبد قد قام رياء وسمعة فعرضه للفتن. فكان شيخا كبيرا تساقط حاجباه وهو يتعرض للجواد في الطريق. فقال ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. الغرض أن سعد كان معروف أنه مستجاب للدعوة، فجاءه هذا الرجل وقال شاب وقال يا عم إنك تدعو الله للناس فيستجاب لك، فأفلا دعوة الله أن نرد بصرك؟ فابتسم سعد رضي الله عنه وقال يا بني قضاء الله أحب إلي، كأنه مكسوف يدعي في أمر إيه دنياوي ربنا اختره له لما فيه من ثواب الصبر على تلك المصيبة. هذه معاني عظيمة جدا في درجات التسليم. بنقول عشان كده بقول هذا الأمر لا ينافي أن تأخذ بالأسباب، يعني مش معنى ذلك إن هو لو جاله مرض معروف علاجه أو يمكن طلب علاجه إنه لا مش هاخد أدوية وأصبر وأتوكل. التوكل عمل قلبي لا ينافي الأخذ بالأسباب. المشكلة الحقيقية عند أكثر الناس أن العمل بالأسباب والأخذ بالأسباب يترتب عليه تعلق القلب. فالمعادلة التي تحتاج منا إلى ضبط أن نأخذ بالأسباب مع كمال التوكل وعدم التعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. هناك كما ذكرنا مصائب لا قدرة للإنسان على أخذ شيء من الأسباب تجاهها، فلا شيء سوى التسليم. وهناك أشياء يكون قادرا على أخذ أسباب، فقد منه مال فيجتهد ويتكسب ليعوض تلك الخسارة، أصيب بمرض يأخذ علاجا. نقول بقى حاجات ضرورية للبشرية كلها، جاع، فهذا من إيه؟ من قدر الله. هو الجوع ده بيحصل فينا بإرادتنا ولا احنا بنلاقي نفسنا جوعنا بعد ساعات من الأكل؟ بعد كذا ساعة هنلاقي نفسنا ايه جوعنا، وكذلك بعد عدة ساعات من الشرب هنلاقي نفسنا ايه عطشنا. حد هيقول انا سأصبر على المصيبة ولا اسعى في الاسباب؟ لا، كلنا يأخذ بالايه
بالأسباب، بس في ناس بتطلبها بالحرام. ولذلك كان من الصبر أن تسعى في أسباب حلال ولا تسعى في أسباب حرام. وهناك مصائب تصيب الإنسان بسبب تفريط منه، فهذا يلزمه التوبة، ولا يقول أرضى وأسلم. التفريط ده بيجي فين؟ بيجي من معاصي. يعني على سبيل المثال، واحد نام عن صلاة الفجر، مش دي مصيبة عظيمة؟ ضاع منه أكثر من أضعاف الدنيا وما فيها، لأن ركعتين السنة فقط إيه؟ خير من الدنيا وما فيها. فلو واحد ضاع منه الفريضة أو ضاعت منه صلاة الجماعة، لو هو بس الفريضة زي أفضل من 70 ضعف، لو صحت الرواية يعني. طب و27 ضعف كمان، وبتلاقي ناس ضاعت منهم الإجابة ومش حاسين بأن في إيه حاجة. خلاص بقى، لا ده هو بالتأكيد حصل تفريط، فلا بد أن تنظر في ذلك. سهر مثلا، أكل كثير، عدم اهتمام بصلاة الفجر، تبقى تعمل إيه؟ تبادر إلى علاج الإيه؟ التفريط والتوبة والاعتراف بالذنب والاعتراف بالتقصير. وهناك مصائب هي المعاصي نفسها. واحد كان كويس وقع في المعصية، أليس هذا من قدر الله؟ وهي مصيبة أعظم، مصيبة في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لأن المصيبة في الدين دي أعظم مصيبة. فهذا قدر لا يجوز أن يستسلم له، بل يفر من قدر الله بالذنب إلى قدر الله بالتوبة، كما يفر من قدر الله بالجوع إلى قدر الله بالأكل. هذا الأول لإصلاح القلب والدين، والثاني لإصلاح البدن، وكلاهما إذا لم يأخذ الإنسان به كان مذنبا. لم يأخذ بهذه الأسباب، لم يفر من قدر الله يزعم أنه يستسلم. ولذلك الذين غاب عنهم هذا المشهد هم الذين قالوا إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. احنا شايفين دي كلها أقدار ربنا، فانت تلتمس أعذار الخليقة حتى في الكفر، نعوذ بالله من الضلال، هذا شرك المشركين، هذه حجة أهل عبادة الأوثان الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالذين يرون القدر عذرا للناس في كفرهم ومعاصيهم بزعم أنهم لا يريدون معارضة الله فيما أراده كونا، أهل زندقة ونفاق، وربما كانوا أهل كفر وردة والعياذ بالله، وذلك وربما كانوا أهل جهل وغباء، هذا أقل الأحوال. لأن الله الذي قدر عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لا يرضى لعباده ذلك. الله الذي قدر أن يعبد قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هو الذي أرسل نوحا لينهاهم عن عبادة هؤلاء. فالله لا يشرع لنا الشرك ولا المعاصي، والله لا يرضى ذلك منا. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، مع أنه خالق كل شيء وخالق أفعال العباد خيرها وشرها، والواجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك إذا قلت قد قدر الله عز وجل علي المعصية، وهذا حق، لكن ماذا تصنع عنده؟ تفر من هذا القدر الذي يوشك أن تهلك به إذا استمريت على ذلك أو استمررت على ذلك، فتندفع تائبا سائلا ربك أن يتوب عليك وأن يغفر لك
ما كان سببا في تقدير هذه المصيبة الأعظم، وتدعو الله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك نقول هذا قدر يجب أن يدفع بقدر. ويلوم المؤمن نفسه على التفريط، فإنما أصابه من سيئة فمن نفسه، فالله عز وجل قدرها عليه بسبب إرادته أو شهوته أو بسبب عدم علمه وبسبب جهله، فإن ذلك هو سبب حصول الكفر والفسوق والعصيان، نعوذ بالله من ذلك. فهذا يدفع بقدر الله. وكذلك هناك من الأقدار التي ليست تتعلق بالدين ما يأثم الإنسان لو لم يأخذ بها بالأسباب الدافعة لها. هناك كما ذكرنا قدر الجوع، لو ظل ممتنعا من الطعام والشراب حتى مات كان قاتلا لنفسه، ولا يقول أنا لا أتكسب ولا أعمل. الذي يصل به الحال إلى أن يسأل الناس مذنب، لكن ادفع قدر الفقر بالكسب والغنى بالله عز وجل، استغناء بالله عز وجل عمن سواه، هذا هو الواجب في هذا الباب. فهذه أنواع من المصائب لابد من التفرقة بينها وبينها، ولا بد من معرفة ما تؤخذ فيه أسباب وما لا قدرة فيه على الأسباب، وما يجب فيه الأخذ بالأسباب، وإلا ضاع الإنسان أو هلك. لكن هذه الآية الكريمة هي في المصيبة التي لا مدفع لها ولا قدرة للإنسان على أخذ أسباب في رد آثارها أو معالجة آثارها، فلا يمكن أن تندفع ما لا يمكن أن يندفع ما قد وقع، والآثار مما لا قدرة للإنسان على أخذه، زي الموت كما ذكرنا أو مرض لا شفاء منه. يبقى كما قال أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته: ألا نحضر لك طبيبا؟ قال: الطبيب رآني. فظنوا أنه طبيب، فقالوا: ماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما يريد لما أريد. وعلم أن هذا هو الموت. عشان كده بنقول للناس الحالات التي لا يرجى شفاؤها من المرضى الذين في غيبوبة شديدة، ومما قد وصل إلى يأس من العلاج، خلاص انزعوا الأجهزة، ده مش علاج، رحمك الله، حطينه على جهاز تنفس وهم عارفين بين لحظة أخرى هي إيه؟ هيموت. بس بقى ممكن يقعدوا 3-4 أيام 10 أيام حاطين جهاز التنفس. نقول لابد أن يكون هذا علاجا يرجى الشفاء به، أما أشياء لا يرجى الشفاء منها فهنا الاستسلام لقدر الله سبحانه وتعالى، نرضى ونسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.